هذا سؤال معقد جدا، ذلك يعتمد على كل حالة فريدة. حتى لو تم توحيد العملية قدر الإمكان وأدى التقدم التكنولوجي إلى نتائج أفضل وقابلة للتوقع، يبدأ كل حالة من مكان فريد بالنسبة لكل مريض، وهذا يضيف على تعاون المريض على مدى العلاج. الحالات قد تستغرق فترة قصيرة، بضعة أشهر، أقل من 5 إلى 7 سنوات. لدي أيضاً حالات تقنية استغرقت وقتاً أطول بسبب مشاكل الالتزام. هذا خطة علاج فريدة مع بروتوكولات علاج موحدة ومصفوفات مصممة خصيصاً. هذا هو الواقع، التعاون بين المريض والطبيب والفريق الداعم له. مع أكثر من 20 سنة خبرة، يمكنني أن أقول لك أن معظم الحالات ستتناسب مع خطة علاج زمنية تتراوح بين 12 و30 شهراً. أقل من 12 ممكن، ولكن في معظم الأوقات ستجعل مرحلة الاحتفاظ النشطة ذلك قرب خط الـ 12 شهر. من شهر 18 إلى 30 سيغطي معظم الحالات المتوسطة الخفيفة التي أتابعها في الاستشارات. في الحالات الأكثر شدة كان المرضى يعرفون حتى قبل أن أخبرهم عن وقت العلاج الأطول. في المشاورة مرة واحدة لقد أكدت رغبات المرضى واعترفت بالفم والعظام والعضلات والأسنان. سأقدم تقديراً للوقت بناء على إحدى حالاتي المماثلة السابقة. على مدى السنوات 20 الماضية أتيحت لي الفرصة للتعرف على معظم الفروق والدي فكرة جيدة عن الحالة أمامي. هذا هو فقط 50% الجزء الميكانيكي. لا يزال يتعين علي التعامل مع الجزء البشري والدافع والامتثال والانضباط. أنا واضح جداً مع مريضي بشأن هذه المسألة. أنا أعتمد على تعاونهم للوصول إلى هذه الأهداف. وقت العلاج هو هدف وليس وعداً. في غضون 20 عاماً من تجربة أستطيع أن أخبرك أنه في معظم الأحيان متوسط علاجي الوقت المقدر في البداية دقيق جداً في غضون 2 إلى 4 أشهر، ما لم يكن لدينا خرق في العلاج، والذي عادة ما يكون خارج بلدي تحكم. لكل واحد حالة تختلف، بعضها ينتهي بشوي، انت تمكن تستغرق أطول. المتوسط زي ما هو، العلاج يختلف من مريض للآخر بالنسبة لموقع الأسنان وتعاون المريض. في طرق لتسريع العلاج بالمايكروجيم والأجهزة الإضافية للي عامله عجلة، تكاليف إضافية يجب نقاشها بتفصيل مع الحاضر الخاص بك. استشارة مع حاضر مؤهل يكون له توقع جيد لمدة العلاج. اضغط على الرابط تحت لتحجز استشارة مع متخصصين في MDX. سرورنا في إرشادك والرد على أسئلتك. مرحبا بك في MDX. أنا طبيب، أنا الدكتور باك. MDX لمتعة الحياة.